احنا بنتكلم عن حسيت كده انك بتطلع رقم المعاشات والتامينات. أيه. عايز اقول لحضرتك بس اللي صرفوا في نوفمبر الشهر اللي احنا فيه من خلال ماكينات الاي تي ام اللي احنا فيه ايوه قبل يوم 10 لحد يوم 8 تحديدا تمام حوالي 1.5 مليون من خلال الاي تي ام اللي هي ماكينات الصرف. أيه. حوالي 1.682 مليون جنيه مليون ونص مواطن مليار 682 رقم اللي صرفوا من مكاتب التأمينات كانت قيمة ما صرفوه سوري من مكاتب البريد 3.265 مليون جنيه ده من البريد اللي صرفوا من مكاتب الهيئة كان 1.049 مليون جنيه تمام العدد المستفيدين من المعاشات والتأمينات زي ما الأستاذ محمد العقبي بيقول 9.5 مليون مواطن. أستاذ محمد تكافل وكرامة كنت بكلم حضرتك على فكرة هل في ناس تم استبعادها وبناء عليه؟ طيب عشان نفهم فكرة الاستهداف وتحسين الاستهداف لازم نحكي للناس حكاية تكافل وكرامة من الأول. تمام. اللي ناس كتير ما تعرفوش ان تكافل وكرامة ده حلم وحكاية بدأت في 2008 يعني من 10 سنين كانت وزيرة التضامن الحالية الوزيرة غادة والي بتعمل في إحدى الجهات الدولية وحلمت بهذا المشروع وكان معاها شركاء اخرين اخذوا المشروع ده مكتوب انه يكون في برنامج للدعم النقدي المشروط بالصحة والتعليم وراحوا لوزير التضامن في وقتها وتحمس جدا للمشروع وعملوا اجتماع اخر مع الحكومة المصرية في وقتها الصحة والمالية والتعليم والتضامن وعرضوا عليهم المشروع تاني وتم تطبيقه في احدى محافظات الصعيد على نطاق ضيق جدا تمام وبعدين اقتضت المواءمه السياسيه الماليه في وقتها قالت لا التضامن قالوا مش هنقدر نعمل ما كانش عندنا الميكانه الكافيه الموضوع والتعليم والصحه ما كانش ينفع وفضل هذا الحلم لغايه 2014 علشان تاتي وزيره التضامن الحاليه وتنفذ هذا المشروع. المشروع اساسه ان احنا في حالة الإصلاحات الاقتصادية اللي أعلن عنها الرئيس كلنا عارفين إن في بعض الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا هيكون في آثار بتترتب على هذا الإصلاح الاقتصادي فيبقى في برنامج لدعم الفئات الأكثر احتياجا دعم مؤقت. البرنامج مصمم إنه كل 3 سنين يتم مراجعة المستفيدين منه وهو ليس معاش وإنما هي مساعدات نقدية مشروطة بالتعليم والصحة وكل الناس اللي قدموا